عسلامة. عسلامة، مرحبا. تونس بنية تحتية مهترئة على الآخر، ونحن على أبواب أمطار، أبواب انهيار، قول أبواب تحتيمة، باش نوليو جبنا مدفونة ولا منسية، ومن بعد يشلقوا بينا بعد سنين حاسيلو. عادية الحكاية نورمال، مستنسر الشعب التونسي ومستنسين، وباش تعدى الحكاية ونورمال. يعني التونسي ولا عادي نورمال، ما عادش يهمه؟ عادي، علاش تعمليو المسارش فينا أعظم من هكا؟ اش تعمليو من جي قبل؟ هذا تسمى روتار شتي، ونورمال راهو تو استانسنا نعوموا في الماء، نروحوا منفخين، نموتوا، يتهزنا قمه، هزنا ويد، عادي، كله عادي. طول كل مطره ثم ضحايا في تونس، ولات معناها البارحه اكسيدون زوز كيران من مكار تابع للخطوط التونسيه، وقتلى وجرحى. علاش ولينا في كل مطره نسجلوا ضحايا؟ على خاطر ما اللي يتحملوا في مسؤوليتهم همش قاعدين يقوموا بالواجب نتاعهم، وربي باش يتيح فيهم هذا الكل. علاش وعلاش هما علاش ما يعرفوش اللي قبل ما يدخل الشتاء يقدوا الكيسات، يقدوا القمم، يصرحوا القمم، اقل حاجه تيحنا قمه ما تدخلش عبد، تزيد تصب عليه المطر وتتسد بالخمج. علاش ما يتحملوش مسؤوليتهم؟ الحوم الشعبي هذه في سنتر في وفي بلاصة انها معناها ما تعرفش وقتاش يتعدى وزير فلان فلتان اكس اي، وفي ما بالك في الحوم الشعبيه ما يعرفوش اللي شتي قادم، ما يعرفوش اللي باش تسكر الحوم، اللي باش تسكر الكياسات، اللي باش تسكر، باش يصير فيضانات، باش يصير اعظم من هكا. يعرفوا في بالهم اما ما يحبوش، يحبك ال 20 مليون و 30 مليون والمليار وزوز الزوز مليارات البنتو والكراهب والفواياجات وفلان وفلتان. الله لا تبارك لهم. انا نقول الحي الشعبي هو الأكثر ضرر مقارنة بالأحياء الراقية. شنو علاش الأحياء الراقية مثلا فيها خدمة معينة سبيسيال، بينما الحي الشعبي تحسه مهمش؟ هل هناك تمييز في الدولة؟ تمييز موجود. علاش الأحياء الشعبية ما خاطر ما يسكنش فيها وزير، خاطر ما يسكنش فيها والي، لخاطر ما يسكنش فيها معتمد، لخاطر ما فيهش ولد فلان وولد فلتان، لخاطر كي يروح من السهريات في الليل وتبدا معبيه الكراهب بالبنات لازم يلقى الكيس مسرح، لازم يلقى كيس نظيف. اما الاحياء الراقيه يسكن فيها ولد فلان وبنت فلان واكس واكغيك ووزير وزير دوله وحكومه، وذاك يخدم في البرلمان وذاك يخدم في الكيكة. لازم يتنظف الكيس نتاعو قدام دارو، لازم يخرج يلقى من الكرهبة للكيس لازم يلقاها نظيفة. ليه يعجبكش تو هذا كلام؟ لازم الوزير يبدا مرتاح، أما اللي يخدم فيه واللي صوت له. حومتك أنت البارح في المطرة كيفاش كان الوضع؟ حومتنا احنا ديما متوقعين اللي باش تصير فيضانات. أنا بنت أختي البارح طلعتها فوق ظهري، ما نجمش تو انا عبدنا كبيره نجم نتعدى وكل ونحاربها كيفك الفيضانات، اما طفله صغيره ما تنجمش. لكن جيت متعديه وحدها نقتل وزير انا وقتها عادي. صار فيضان في الحومه؟ ايه فيضانات مش نرمال في حي ابن سينا وفي الكباريه وفي فوشينا وفي المحمديه. ساعه لونها جمتا حي ابن سينا ما تنجمش تتعدى، كنقول لك بالرسمي مش للركيب للفخاذ الماء. مش نرمال، مش نرمال، مش نرمال. بالرغم اللي حي ابن سينا يعتبر حي معناها تحفون وباهي وبني جديد وبرطمانات وبني عالي يعني، وباقي نفس المشاكل. وين منتزه؟ وين المنتزه في اللون هجا الداخل؟ ما تنجمش، القمم الكل مسكره، ما فماش نهج ماهوش معبي بالماء، ما فماش ديار ما يدخل. ساعه الحوانت البارح نتاع ابن سينا الكلهم الماء اللي دخل لهم الداخل، شو عملوا لهم؟ ما فماش اللي عنده ضمير المهني، ما فماش اللي يحط راسه على المخدة يتذكر اللي عنده مسؤولية تحته. كيما عندك انت كيما تحملت مسؤولية عائلة يا وزير يا فلان يا فلتين، والله حتى اسميهم لا نعرفهم انا. كيما راهو ما تنجمش تعرفهم خاطر احنا نحفظوهم وهما يتبدلوا. ابار نحفظوهم، ما عندوش حا واحد وزير عمل حاجة يتذكروا بها الشعب، ما عندوش حاجة قام بها ويتذكر هكا. تقعد له هكا ما فماش ما عندوش. عاونتوش حي ما حيرتوش حاجه ديما نشكيو عليها ونعملوا عليها مظاهرات، ما عملوا حتى شيء. خويا انا ما نعرفهمش، والله لا نعرف، انا شباب 25 سنه لا نعرف وزير ولا نعرف فلتان، نعرف كان البيجي الله يرحمه كيما.
أبار الاسم هذا ما نعرف حد.